قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة ميديا ديزاد، خوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معكم خوكم شرف الدين. قبل مشاهدة هذا الفيديو خوتي كالعادة وصلوا 4000 5000 لايك، زكارة في الحاقدين على كل ما هو جزائري، وخليولنا أراءكم في التعليقات. نخليكم على الفيديو خوتي. اليومين هذه كان انتشر واحد الخبر ديال ان الجزائر تضغط على قطر لحضور البوليزاريو في كاس العالم. هذه كما كتشوفوا الجريده ديال شوف تي في هي اللي نشرت هذا الخبر هذا في النهار الاول، ومن بعد مده يعني واحد ساعتين ثلاثه سوايع ولا اربعه سوايع تم مسح الخبر كما غادي تشوفوا هنايا. فاش كتكليك على الخبر كتلقى ايرور 404، يعني تم مسح الخبر. واش بفعل فاعل؟ واش تنادم معهم الحال؟ المهم بزاف ديال التساؤلات كتطرح، علما ان يعني ما كاينش شي مصدر موثوق كيقول باللي يعني قطر غادي تستقبل بوليزاريو في كاس العالم. يعني ما كاينش شي حاجه اللي هي حقيقيه، يعني قلبت في جميع المواقع ما كاينش شي حاجه اللي يعني شي اثبات شي تصريح شي حاجه ما كايناش. ربما يعني ان هاد شوف تي في والمخزن كيعتقد باللي يعني الجزائر ولا قطر باغين يعني ولا عندهم النيه انهم يستضيفوا بوليزاريو كضيف شرف في كاس العالم. عندهم غير يعني غير قلاقيل ولا ربما غير بغا يقولوها. المهم هما قال لك حنا غادي نقاطعوا كاس العالم الى مشات يعني حضرت البوليزاريو في كاس العالم. انباء عن انسحاب المغرب من المونديال بسبب الجزائر وبوليزاريو. الاشاره فقط كنأكد لكم ان المغرب ما عمره ما غادي ينسحب من المونديال، واخا يعني قطر تقول ليه الصحراء الغربيه يعني تقولها بصريح العباره، وميريكان تقول ليه وتقول ليه الصحراء الغربيه، ولا اي دوله يعني الدول اللي غادي يشارك ضدهم مثلا كندا كرواتيا عفوا بلجيكا كندا بلجيكا شي دوله اخرى. المهم هاد الدول هادو الشيء يقولوا ليه الصحراء الغربيه ما غاديش يلعب، ماشي غادي يقاطع الماتش ولا ما يلعبش ضدهم، غادي يلعب. علاش؟ لان كره القدم بصفه عامه في المغرب كتعتبر مسكن من المسكنات ديال الشعب المغربي. يعني الشعب المغربي كيكون يعني في واحد الحاله ديال الهيجان، ديال عنده مشاكل، عنده ارتفاع في الاسعار، يعني تطبيب والو، مجموعه من المشاكل، كيتلعب غير ماتش واحد واخا يكون غا ودي ما بين المنتخب المغربي ومنتخب ديال شي دوله اخرى واخا يكون افريقي. كتشوف الشعب المغربي كيفاش كي يعني كينسى كلشي وكيمشي يتبع الماتش، كيمشي للقهوه كذا هادي الى اخره. وبالتالي كره القدم بالنسبه للشعب المغربي هي بحال الافيون بالنسبة للإنسان مصاب بشي حاجة، يعني كدير ليه البنج كتبنجو. وبالتالي كما قلت لكم هذا الخبر ديال انسحاب المغرب، واخا يكون حاضر إبراهيم غالي في جميع الماتشات ديال كأس العالم، ما غاديش ينسحب المغرب من هاد كأس العالم. الإشارة فقط. تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى بعض وسائل الإعلام الجزائرية والمغربية بعض الأخبار الكاذبة مفادها انسحاب المغرب من نهائيات كأس العالم بسبب دعوة قطر زعيم بوليزاريو لحضور نهائيات كأس العالم. واندلعت في الآونة الأخيرة الأزمة الدبلوماسية بين الرباط وتونس على إثر استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لإبراهيم غالي، حسب الجريدة المغربية اللي كتقول أنه كيان وهمي وكذا كذا. وبعد هذه الأزمة التي اشتعلت مؤخرا أنتجت بعض المنابر الصحفية إلى الجزم باسم قطر في الأزمة عبر نشر شائعات غير صحيحة. وفي نفس الموضوع خرج موقع الجزائر 24 أن قطر قامت بتوجيه الدعوة إلى الجمهورية الصحراوية لحضور احتفالات كأس العالم، فهل ستقاطع المملكة بطولة كأس العالم؟ يعني كانوا قالوا إلا مشت يعني قطر تصيفطت واحد الدعوة لبوليساريو الحضور كضيف شرف كأس العالم، وتقدر الجزائر ملي تضغط على سميتو، يعني ماشي شي حاجة مستبعدة. شنو غادي يوقع مثلا؟ محمد السادس غادي يقاطع عفوا الدول المغربيه غادي تقاطع كاس العالم؟ ما غاديش تقاطعوا بطبيعه الحال، لانني شرحت لكم ان كره القدم بالنسبه للشعب المغربي يعني شي حاجه اللي هي من المقدسات، ماشي غير علاش لان هذه يعني سياسه مكرسه. شحال هذه لا راه غادي نوصلوا النهائيات غادي نديو كاس العالم غادي نديرو غادي نديرو غادي نديرو، مجموعه من المسائل بحال هكا اللي خلات الشعب المغربي حتى يعني شي مسائل ما كانش كيتفرج فيهم مثلا المنتخب النسوي كذا كذا، ولاو يعني متتبعين ديال هادشي كامل. وفي اي ماتش كما كنقول لكم كتلقى يعني المشجعين وهادي بحال ما ناقصو تا خير، يعني كتلقى ما عنده شليله وغادي كيجري يتفرج في كره القدم وكان يعني الامور كلها بخير. ما نساوش تجاريده شوف تي في المخزنيه حتى هي يعني كانت خرجت هذا الخبر
كما كتشوفوا هنايا شوف تي في قبل يومين ومسحاته. وفق معطيات حصلت عليها القناة فإن الجزائر تضغط على إمارة قطر لتوجيه دعوة إلى الرئيس ديال ميليشيات البوليساريو وكذا القائمين على الشأن الكروي إلى آخره، لأن الخبر تمسح فاش كتكليكي عليه يعني كتلقى غير ايرور 400. المهم غير داك المقتطف من داك الخبر راه كاين عندنا يعني كما قلنا انباء انسحاب من المغرب. تكلموا حتى على قطر تدعو جماعه البوليساريو لحضور المونديال وقالوا راه ما كاين حتى شي حاجه اللي هي صحيحه، لان ما كاينش شي بيان ولا شي تصريح من شي مسؤول قطري يعني فهاد الموضوع هذا، وبالتالي يعني ما كاينش المعلومه الصحيحه. يعني حتى الا كانت يعني الجزائر مثلا ضغطات على قطر وقالت لها خصك تصطاد في البوليساريو كضيف شرف ولا شي حاجه بيناتهم بحال هكا، يعني ما كاينش شي حاجه على ارض الواقع، ما كاينش شي بيان، ما كاينش شي حاجه اللي كتاكد هذه المسائل هذه، وبالتالي هادشي يعني كيتعتبر اخبار كاذبه. وصراحه يعني البوليساريو ما الى حضرات كاع كما قلت لكم راه المغرب ما غاديش ينسحب من كاس العالم، لان يعني المغرب يعني كيلعب على هذه المساله هذه. عندنا صفعه قويه كيتلقاها القجع كما تشوفوا هنايا بسبب الصحراء. تا القجع يعني تا هو قال لك باغي يضغط على الكاف من اجل انه يدير المباراه ديال السوبر الافريقي يعني ما بين الوداد وما بين الفريق ديالو ديال البركان، وبغى يدير الماتش في مدينه العيون اللي هي يعني اراضي متنازع عليها. فالكاف يعني تدخل وقال لي شوف غادي دير داك الماتش في الرباط وغادي تسكت. علاش؟ لان يعني هذا الشيء غادي يزيد يعمق الازمات والمشاكل في افريقيا. علم موقع انفو سبورت من مصادره الخاصه الى ان الاتحاد الافريقي لكره القدم صفع فوزي القجع ولا قدم صفعه لفوزي القجع الذي كان يامل في اجراء اللقاء الذي سيجمع بين الوداد ونهضه بركان على ملعب الشيخ الغضف بمدينه العيون المغربيه في الصحراء. وتعتبر هذه المره الاولى في تاريخ الكره المغربيه سيلتقي ناديين مغربيين في كأس السوبر الإفريقي، وسيكون يوم 10 سبتمبر أيلول من الشهر المقبل. يعني بحال قلتي فريق دا الشامبيونز ليغ وفريق دا داك الكاس الآخر اللي كيكون بحال اليوروبا ليغ مع الشامبيونز ليغ، المهم بجوج ديال إفريقيا، واحد نسيت الكونفدرالية واحد كيتسمى كأس الكونفدرالية والآخر كيتسمى الشامبيونز ليغ. وأكدت نفس المصادر أن لقاء السوبر الإفريقي سيجرى على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط. يعني الكاف قالت لهم غادي ديروا داك الماتش في الرباط وتهنيوا الوقت، حيث سبق للفريقين ان التقيا في نهائي كاس العرش، فاز الفريق البركاني على الوداد بركلات الترجيح في لقاء الذي اقيم على ملعب فاس الكبير. وقدم الاتحاد الافريقي صفعه للجامعه الملكيه المغربيه التي كانت تمني النفس باقامه كاس سوبر بملعب الشيخ الغضف بالعيون، غير أن بعض العراقيل رافقت تأهيله والتصديق عليه من الكاف، حيث أنه لا يستجيب لشروط احتضان هذه المباراة ليتقرر إقامتها بالعاصمة الرباط. وبعد سماع الجزائري لهذا الخبر علقت بعض الصحف الجزائرية عن فرحها بهذا الإنجاز وبهذا الخبر أنهم ما زالوا يعتبرون الملاعب الجنوبية في الصحراء الغربية متنازع عليها، حيث كان المغاربة يطمحون إلى إقامة نهائي كأس سوبر بالعيون لاستفزاز الجزائر بهذا الانجاز التاريخي ولاستفزاز البوليساريو، لان الارض ديالهم هذيك. anyway كان هذا هو الخبر كما كتشوفوا، المغرب لن ينسحب من كاس العالم. بالنسبه لقطر واش تستقبل البوليساريو ولا ما تستقبلش يعني كيبقى هذاك راجع ليها، ولكن المغرب ما غاديش ينسحب وما غاديش يقاطع كاس العالم، غادي يلعب. وبالنسبه لهذه الصفعه الوحيده اللي تلقاتها يعني تلقى المغرب هذه الايامات هي هذه اللقطه ديال الكاف يعني من بعد تونس. الكاف كيصفع فوزي القجع كيقول لي غادي دير داك الماتش في الرباط بدل العيون بحال ما كان كيخطط هو. وفي الاخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.